السلام عليكم. إذا بالنسبة للدرس الثاني لي تخوا زيتا دو لا ماتيغ، الحالات الثلاث للمادة. دونك سو كومبيان ديتا لا ماتيغ كون تخوف اوتور دو نو بوتي لي بوتي لي اكزيستي. إذا الماتيغ هي المادة، كنا شفنا في الدرس الأول مثال ديال لا ماتيغ بحال الماء، وكنا شفنا لي تخوا زيتا ديال الماء. حنا دابا غنحاولوا في هذا الدرس نديروا واحد التعميم بصفه عامه، يعني المواد كلهم نحاولوا نصنفوهم على حسب حالات الثلاثه اللي كنا شفنا بالنسبه للماء. اذا كالله انا عندي الماء، انا عندي الهواء، الرمل، الحليب، الصخور، و ثاني اكسيد الكربون الذي ينبعث من المصانع. اذا غادي نحاولوا نديروا تصنيف ديال هذه المواد، يعني بناء على ولا على حسب لي زيطا اللي كنا شفنا، لي طا سوليد، لي طا ليكيد، لي طا غازو. دونك لي طا سوليد الحالة الصلبة، لي طا ليكيد الحالة السائلة، و لي طا غازو الحالة الغازية. بالنسبة للهواء فهو غاز، أذن ثاني أكسيد الكربون غاز. بالنسبة للماء والحليب فهما السوائل، بالنسبة للصخور والرمل حجارة كلهم سو تخوفا لي طا سوليد. اذا هنا غنشوفو التعريف ديال الماده. ما هي الماده؟ لا ماتيغ الماده كي كونستيتوي تو سكي نوزون تور، قالك تتكون كل ما يحيط بنا، يعني من منازل، من مدينة، يعني مدينة، من الكواكب. اذا هادو كلها مادة، وهاد المادة اكسيس سو تخوا زيتا فيزيك، كتوجد تحتها ثلاث حالات فيزيائية. كاينة ليطا سوليد الحالة الصلبة، لو بوا الخشب، لو فيغ الحديد، لو صابل الرمل، و السكر لو سكر. ليطا ليكيد جسم ولا الحالة السائلة الماء، الحليب، الويل هي الزيت. اي ليطا غازو الحالة الغازية، لافابور دو ديال الماء، بخار الماء، الهواء. اي لو بوتان، البوتان هو غاز كيكون في القنينات ديال الغاز، و دي طرافو دي موستيك لي اشغال منزلية. دونك كيستيون، كيل لا ديفيرونس انتر لو مورسو دو سكر اي لو سكر اون بودر؟ اذا ما الفرق ما بين قطع السكر على شكل متوازي مستطيلات، و هاد السكر هذا نيت لي كيكون على شكل مسحوق بودرة؟ دونك باش نعرفو الفرق بيناتهم غادي نمرو مباشرة للتجارب. On place un morceau de craie et une quantité de sable dans un bécher. On a un petit peu de 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 bécher. On a Donc la craie ne prend pas la forme de bécher, tabachir l'ennemi au tchikline, mais la marame prend la forme de bécher. On a d'abord la marbe, la glace, la gelée de la glace. On trouve la caisse, la chocolat motelette, car la devienne la glace. ولا هذا الجسم صلب كيبقى الشكل ديالو كما هو، بينما الرمل كيتبدل، لاحظ معايا كياخد شكل الإناء الذي يحتوي عليه. إذا هادو ملاحظات. إذا فيما يخص الإنتاج لي كور سوليد، الأجسام الصلبة بوف تيتر سيزي باغ لي دوا، يعني يمكن أن نتناول أو أخذ أو الإمساك هادوك الأجسام الصلبة يعني بالأصابع اللي ديالنا. Ils sont divisés en deux parties. Quel qu'asmo et la qu'asman. Quel est l'ajsam slaba al-mutarassa, compact, qui est le matelan soho, se compose d'un seul groupe cohésif. Il y a un tchkouno, il y a un mjmou à wahida. Parmi eux, et a une forme propre, il y a un tchkoul khas, qui est le chnef d'iriba, qui le conserve, l'éthi. الشكل اللي كتحتفظي به.
كي بحال لو كرايون وقلم لو مورسو دو سوك قطعة سكر. بالنسبة للقسم الثاني عندنا لي سوري ديفيزي الشمس البن غير متراصة ولا كنقولو نو كومباكت كي بحال الرمل نو با اون فورم بروب ما عندهاش واحد الشكل خاص il prennent la forme du récipient qui le contient il n'a qu'à tirer sur les nains les vieilles théories aléa mais tel qu'il parle d'arrière la farine le sel les mille le sable le ramen quelles sont les propriétés physiques des corps solides mais il y a le chaos physique il y a le sem c'est là tellement tu riba on a خد le cas l'ouel le cas tani le cas tels c'est un bécher fion ou c'est un verre à pied كنضيف الماء هاد لا سيرفاس كتسمى لا سيرفاس ليبر ديال ليكيد اللي هو اخر مستوى ديال السائل طلعت بان هاد السائل في كان نوضعو في كؤوس ولا في اناء في اناءات مختلفة الاشكال كياخد الشكل ديالها مثلا السائل خدا الشكل ديال هاد الاناء مثلث خدا الشكل ديال المستطيل وخدا هاد الشكل المنعرج اذا كيلي الكيس ولا فورم دو ريسيبيو مهما يكون الشكل ديال الاناء هاد السائل ليكيد بخون توجور سا فورم يعني كياخد الشكل ديال داك الاناء ليطا ليكيد بحال السائلة نو بوسيد با دو فورم بروب يعني لا تمتلك واحد الشكل خاص هنا هادي كتسمى لا سيرفاس لو اي لا سيرفاس ليبر هي لا هو السطح الحر ديال السائل ديالي كنلاحظ لا بالنسبة الى كان هاد الاناء افقي يعني محطين موضوع بطريقة افقية او بطريقة مائلة كنلاحظ بان هاد المستوى الحر كيكون دائما افقي يمكن لي نتحقق يعني باستعمال هاد ليكير الكوس D'abord, on va savoir c'est quoi une surface libre. C'est un dernier surface ou le juste de la vaisselle qui s'appelle la surface libre. Dans ce cas-là, la surface libre n'est pas plane. Il n'y a rien de mousseauillé, il n'y a pas de mousseauillé. Et horizontal, il n'y a pas de mousseauillé. Mais il y a un dit n'est pas plane, à la surface libre. Ou aidan, vertical. هذه كتكون عمودية بالنسبة لهذه الحالة كتكون لا سيرفاس ليبر كتكون بلان مستوية على شكل خط مستقيمي لكن كتكون فيرتيكال عمودي ما يمكنش يكون السائل في هذه الحالة السائل عمر يكون هكذا وحتى السائل عمر يكون هكذا يقدر يكون بحال هذه الحالة ولا بحال هذه الحالة هذه هاد لا سيرفاس ليبر كتكون بلان يعني شكل خط مستقيمي مستوي هوريزونتال افقي عندك بالنسبه للسوائل كتاخد اما هذا الشكل او هذا الشكل لكن اللي درنا التجربة غنلقى السوائل غتاخد هذا الشكل هذا وبحيث هذا السطح الحر كيكون دائما بلان يعني هوريزونتال هذا كيكون ماشي بالنسبه للسوائل كيكون بالنسبه للاجسام الصلبه الغير متراصه كي بحال الرمل الرمل كيكون لاحظتوا السطح الحر ديالو كيكون بحال هكذايا اذا هنا كناخذوا فكره على لا سيرفاس ليبر باش نحيدوا داك الابهام عليها بور بيان كومبروندر سي كو لا سيرفاس ليبر دونك لو برون لا فورم دو ريسيبيون كي لو كونتي اذا الماء كياخذ الشكل ديال الاناء الذي يحتوي عليه فيما يخص السنتاج لا كونكليزيون لي ليكيد نون با دو فورم بروب ما عندهمش واحد الشكل خاص il prennent la forme du récipient qui le contient يعني كياخذوا الشكل الاناء الذي يحتوي عليه او غوبو يعني في حالة السكون يعني هذاك الاناء ما كيكونش مزعزع ولا كيمشي ويجي كيكون يعني ثابت هذاك السطح العرق كما اللي تكلمت عليه اسيغ فاس ليبر ديال السوائل ماشي ديال بحال الرملة كتكون بلان اي اوريزونتال مستوية وافقية ليكيد بيف كولي سو سون دي فلويد هاد الكوليم شنو معناتها بمعنى هادوك السوائل اش كيوقع لها يمكن ليها دير واحد الدائره ديال التدفق ولا جريان ولا السيلان كي بحال الانهار هذا كتكون خاصية كتميز بها كيتميزوا بها السوائل الاجسام الصلبه
كيتسماو لي فلويد. فلويد باللغة العربية هما الموائل، كاين السوائل هي موائل، وغنشوفو أجسام أخرى تا هي زي فلويد غازات. دابا كي سو لي بروبريتي فيزيك دي غاز، إذا ملي خديت هنا واحد المحقن فيه الهواء وهاد لوغيفيس المخرج ديال هاد المحقن كنشدو بالإصبع ديالي، هذا المكبس كندفع المكبس أولا كنقوم يعني بال جو بوس كندفع المكبس، شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بأن هاد الحجم هذا ولا هاد الهواء اش كيوقعلو؟ كيوقعلو انضغاط، كتسمى الانضغاطية، أولا الهواء كينضغط. بينما هاد المكبس إلا جريتو أولا سحبتو نحو اليسار كنلاحظ بأن هاد الهواء كلو شتي هاد اللون أسود الأصفر راه الهواء، الهواء هنا راه ملون، هذا يعني واحد الغاز ملون. كتلاحظ معايا هاد الغاز كياخد يعني هاد الفضاء كلو اللي مسموح ليه، حتى إلا جيت هاد المكبس جبتو حتى لهنا راه غياخد الغاز هادشي كلو. هادي واحد الخاصية كيتميز بيها الغازات على السوائل. إذا شنو الخلاصة من هادشي؟ خلاصة بأن الهواء لاغ، لأن الهواء لاغ سو تخوف على غازو، أولا الغاز بصفة عامة كنقولو عليه كومبريسيبل، قابل للانضغاط في كندفع المكبس، ولا كيكون اكسبونسيبل قابل للتوسع عندما أسحب المكبس. واحد الخاصية أيضا كيتميز بها الهواء أولا الغاز، لا ولا لو غاز نا با دو فورم بروب، معندوش واحد الشكل خاص، إل برون لا فورم دو ريسيبيون كي ياخد الشكل ديال الإناء زائد، هو تقريبا بحالو بحال السائل لكن زايد على السائل، باش إل أوكيب لا توتاليتي دو فوليم كي لوي أوفير، كي ياخد يعني الحجم كلو ولا هداك الفضاء الكلي اللي كيكون مسموح ليه. بينما السائل لا، السائل كيبقى غير في القاع وكياخد غير كاين واحد يعني واحد المساحه ولا حجم محدد. دونك ان غاز ما بي با اكسيزيا بار لي دو، الغاز ما يمكننيش ناخذو ولا نتناولو بالاصابع ديالي، لا يمكن. ايضا ان غاز نا با دو فورم بروبر، ما عندوش واحد الشكل خاص. ايضا لو غاز اوكيب تو لي سباس كي لوي اوفير، les gaz peuvent couler, alors on dit qu'ils sont des corps fluides. Donc il a gêné le sawa'il حتى هي كتقوم بهذه الظاهره ديال التدفق، حتى الغازات كدير عمليه الظاهره التدفق، ويمكننا نلاحظوها الى شتينا واحد الغاز يعني ملون كنلاحظوا بانه كيتدفق، وكنقولوا بانه اجسام ولا موائع كيتسموا دي فلويد. دونك يبقى سي بو فوتر اتونسيون.